معرض القاهرة الدولي للكتاب أحد أبرز الأحداث الحالية داخل المجتمع المصري، ورغم الأحداث الإرهابية الغاشمة التي تمر بها البلاد ومرورها بفترة قد تكون الأصعب منذ 30 من يونيو لعام 2013، إلا أن المعرض يشهد إقبالاً هائلاً في تحدي جديد من المصريين. أنا بخافش من القنابل وبخافش من أي حاجة، بعدين المفروض الناس اللي جايين هنا المفروض يعني يحب الثقافة، لما بتحب الثقافة مفيش تغيير ومفيش يعني أي تقدم إلا بالثقافة. فلو خوفنا لا احنا نتطور ولا احنا نتقدم ولا عن، فدي يعتبر كمان يعني يعني بنهزم الايه الجهل والتخلف بان احنا ايه نصر مهما كانت المخاطر على اننا ايه نتثقف ونتعلم ونتغير مع الوقت. يعني الناس بتستنى من السنه للسنه، كل سنه بنستناه. يعني السنه اللي فاتت لما ما كانش اتفتح كده كنا لا هو كان موجود بس احنا اللي ما رحناش، لا بس كان الناس بتبقى زعلانه لما الناس بتستنى ميعاده. احنا انا واحده من الناس فضلت انزل على النت هو امتى الميعاد، طب هيقفل امتى، طب ودي تاني مره نجي مسافرين سفريه 4 ساعات عشان معرض الكتاب بتاع كل سنه. ورغم الكلام ده احنا كنا جايين امبارح واحنا جايين قالوا لنا في قنبله في اتوبيس ورجعنا، فإلا إن النهاردة أصرينا أن احنا نيجي معرض الكتاب. يعني معرض الكتاب ده هو روحنا فيه، يعني أول حاجة نزلت في من وحي ربنا لرسولنا اقرأ. مصر بلد أمن وأمان، مفيش فيها قنابل مفيش فيها أي حاجة، كل الناس دي حاجات لتخويف الشعب وإحنا مش هنخاف إن شاء الله. الناس كتير والشرطة مأمنة والجيش مأمن وبسم الله ما شاء الله ربنا يكفيهم شر الحاجة الوحشة. يعني الناس بدأت تحاول إن هي يعني تثقف نفسها أكتر، ودي طبعا حاجة كويسة جدا. انا كنت جيت برضو السنه اللي فاتت وما كانش العدد كده، فالسنه دي فعلا العدد زاد، ودي شايف ان هي يعني علامه كويسه ان البلد ماشيه في طريق احسن. يعني معرض القاهره الدولي للكتاب من اكبر معارض العالم، فهو الثاني بعد معرض فرانكفورت الدولي للكتاب، ويكفي ان اولى ايات القران الكريم كانت اقرا اقرا باسم ربك الذي خلق، وما شاهدناه اليوم من اقبال هو دليل حي على مدى ثقافه هذا الشعب. عمرو جمال لفنجان قهوة، القاهرة والناس.